My name is Professor Dr. اسمي البروفيسور أندرياس هوفناغل. أرحب بكم في مستشفي الخاص بأمراض المخ والأعصاب وكذا الأمراض النفسية والعصبية الذي يقع في قلب مدينة دوسلدورف. نحن هنا في مستشفينا الخاص لدينا قدرات هائلة في تشخيص وعلاج جميع أنواع أمراض المخ والأعصاب والحالات النفسية. في مقابلة ومحادثة خاصة مع المريض يتم تشخيص الحالة، وبذلك نجد معا وسيلة للعلاج المناسب لحالة كل مريض على حدة. كذلك نحن مؤهلون جيدا لاستقبال الحالات الطارئة. مرفق بمستشفانا مركز تدريبي طبي متخصص في العلاج النفسي حسب احتياجات كل حالة على حدة. كما أنه لدينا قسم يدعى عيادة الذاكرة المتكاملة، وبه متخصصين في مجال تنشيط الذاكرة وتنشيط وظائف المخ بما يسمى علمياً تدريبات تنظيم الاتصال بالمخ. ونحن نقدم طرقاً علاجية مختلفة لأمراض عدة مثل تلف الأعصاب أو أمراض العضلات وكذا الآلام، وذلك بعلاجها بالوخز الإبري أو ما يسمى بالإبر الصينية أو بأشعة الليزر، وكذلك عن طريق التحفيز الكهرومغناطيسي أو حقن البوتولينوم توكسين. البروفيسور هوفناغل يقوم بالتدريس لطلبة جامعة إيسن الألمانية، أما عيادته الخاصة فهي تقع في وسط مدينة دوسلدورف بجوار طريق كونيكس ألي، ما يعني باللغة العربية طريق الملوك، وهي عيادة خارجية يشار لفريقها بالبنان في علاج الحالات، حيث يوجد بها بجانب الأطباء إخصائيين نفسيين وإخصائيين اجتماعيين وكذلك خبراء لعلاج حالتكم متواجدون دائما بالقرب منكم وتحت أمركم. أما بالنسبة للإقامة توجد فنادق شهيرة متعددة في المنطقة المحيطة بالعيادة.